ننتقل للقطاع الثاني والأخير في هذه الجلسة، وهو قطاع التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة. سيد رئيس تفضلوا. للأسف الشديد سيد رئيس، 25 وزير وزيرة واحدة في جلسة دستورية التي انطلقت في الحقيقة في جو غير دستوري في غياب أي وزير قبل التحاق السيدة الوزيرة بالمجلس. إذن فأنتم كمكتب وكرئاسة أرجو يعني تصحيح هذا الخلل الذي طال أمده للأسف الشديد. فإذا كان الدستور ينص على أن هناك التكامل والتعاون بين المؤسستين، فأعتقد أن التعاون ما كانش، فالحكومة دائما تفرغ المجلس من محتواه الحقيقي ولا تتعاون ولا تستجيب للتعبير ومناقشة هموم وانشغالات ومشاكل المغاربة، خاصة في هذه الظروف الدقيقة. فآسف سيد الوزير على استمرار هذا الوضع للأسف الشديد الغير صحي والغير مقبول. شكرا. مرحبا سيد الرئيس. طيب ننتقل للقطاع، سيد الرئيس تفضلي. بالفعل السيد الرئيس والسيدة والسادة النواب والسيدة الوزيرة، بأنه مرارا وتكرارا وكل رؤساء الفرق عبروا على بأنه ما يمكنش الوضع يستمر بهذا الشكل. واليوم كيتبين في جلسة أسبوعية كيتبعوها المغاربة كاملين، وكينتظروا أجوبة على التطلعات ديالهم، على الأسئلة ديالهم، على الانشغالات ديالهم، وكتحضر وزيرة وحيدة. وهذا على وحنا على شنو؟ وحنا في نهاية الولاية، حنا في نهاية الولاية، المفروض الحكومة تسكن هنا في البرلمان، لأن خاصها تقدم الحساب قبل ما تقدموا للبرلمانيين والبرلمانيات، قبل ما تقدموا للممثلين ديال الأمة، تقدموا للمغاربة. الحكومة خاصها تكون حاضرة في البرلمان في هذه الظرفية، وحنا في نهاية الولاية. إذا ما حاسبناهاش اليوم وما حاسبوهاش المغاربة، إمتى غيحاسبوها؟ إمتى غادي يحاسبوها؟ للأسف اليوم عاوتاني كنسجلوا بشيء مؤسف الحقيقة، كيمس ماشي غير هذه المؤسسة، كيمس كل المؤسسات. التعامل ديال الحكومة مع 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 مع, مع المساءلة، راه ماشي التعامل مع الممثلين ديال الأمة، راه هذا كنعتبروا حنا في التقدم الاشتراكية بأنه هروب من المساءلة. شكرا هروب السيد الرئيس. شكرا السيد الرئيس. السيد الرئيس فريق العالم 800. شكرا السيد الرئيس. وفعلا يعني هذه القضية ديال الغياب يعني مثيرة للاستغراب، ولكن السيد الرئيس خصنا نديروا واحد شوية ديال الإنصاف. ملي كنتكلموا على الحكومة، كاين بعض الوجوه في الوزراء كنشوفوهم دائما، وبعض الوجوه ما كنشوفوهاش، وبالتالي غير نصفوا الناس الوزراء اللي كيحضروا كنقولوا ودي هذوك الناس راهم كيحضروا. ولهذا حنا اقترحنا هذه الأسئلة المحورية ما خصهاش تبقى، خاصة في هذه الفترة المتبقية، ونرجعوا للوضع العادي باش نستدعوا جميع الوزراء. وبالمناسبة نديروا واحد الجلسة خاصة للحصيلة ديال الحكومة، إلا بغيتوا نبرمجوها باش تجي الحكومة تعطي الحساب بعد هذه الفترة وهذه الولاية. شكرا سيد الرئيس. شكرا. سيد نائب فريق الأثار والمعاصرة. شكرا سيد الرئيس. أستاذ الرؤساء راه استمعنا لكم. السيد نائب تفضل. في نفس الاتجاه السيد الرئيس. في نفس الاتجاه السيد الرئيس. الكلمة اللي غادي نقدروا نعبروا بها على هذا الوضع اللي احنا فيه دابا، هو انه الحكومة تستهزئ من البرلمان ومن مجلس النواب ومن الشعب. وبالتالي احنا كنشوفوا ما الجدوى من هذه الجلسة، لأنه اليوم غير مقنع، لأن القطاع كل قطاع حقيقة كاين تضامن حكومي. احنا الأغلبية كيخصها تتحمل مسؤوليتها، الحكومة بالخصوص كيخصها تتحمل مسؤوليتها. التضامن الحكومي ضروري، ولكن اليوم اشنو قدمنا للمغاربة كأجوبة مقنعة في مواجهة هاد الوضعية اللي خلاتها لنا هذه الجائحة؟ كنظن بأن اليوم الجلسة فارغة من المحتوى ديالها. شكرا السيد الرئيس. الكلمة لممثل فريق التجمع الدستوري تفضل سيد نايف. الحقيقة ليس دفاعا عن الحكومة، ولكن انصافا للحقيقة والتاريخ. اليوم تمت برمجة ديال جوج المحاور، السيدة وزيرة السياحة لظرف قاهر،
ونعزيها في الوفاة ديال القريبة ديالها اللي وقعت اليوم، اليوم يعني واحد الوفاة مأساوية. غادي الإخوة اللي كيتكلموا على الغياب ديالها غادي يوصلهم الخبر ديالها بشكل رسمي. ولكن أنا أقول أننا البرمجة ديال جوج قطاعات، وكانت يعني الوزيرة الحاضرة معنا تنوب عن الزميلة ديالها في القطاع الثاني، أعتقد أن هذا الأمر يعني سير عادي المجلس، مع أنني أقول أن المفروض أن السيد الوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان أنه يكون حاضر معنا، لأنه هو المسؤول على هذه العلاقة بين ممثلي الأمة ويعني والحكومة. شكرا سيد رئيس. شكرا. طيب إذا سمحتم ننتقل للقطاع الثاني ونبدأ بسؤال الأغلبية. طرح السؤال في دقيقة، تفضل سيد نائب. شكرا سيد الرئيس. السيدة الوزيرة، لا شك أن جائحة كورونا فرضت تكييف مختلف السياسات الاجتماعية مع التبعات ذات الطابع الاجتماعي المتربطة عن جائحة كورونا. وفي هذا السياق نطرح عليكم السيدة الوزيرة باسم فرق الأغلبية التساؤلات الآتية. أولا، ما هي الإجراءات الحكومية المتخذة لدعم ورعاية وإيواء الفئات الاجتماعية الخاصة المتضررة من أزمة كورونا، نظير الأشخاص والأطفال والنساء بدون مأوى وغيرهم؟ ثانيا، كيف تعاملت وزارتكم مع تنامي بعض الظواهر الاجتماعية كالتسول والجرائم ضد الأصول وضد الفروع وتناسل أشكال العنف ضد النساء والأطفال وغيرها من الظواهر التي استفحلت خلال الجائحة؟ وأخيرا، ما هي التدابير المتخذة بخصوص الأشخاص في وضعية إعاقة والمسنين ومختلف الفئات التي تعاني الهشاشة والإقصاء الاجتماعي؟ شكرا. طيب، تقديم سؤال فريقي ومجموعة المعارضة. اسمح لي، أنا عندك سؤال. تفضل. تفضلي سيدة النائبة. سيد النائب. المهم أنا قالوا لي أنا عندي. قالوا لي أنا. تفضل سيد النائب، تفضل. سيد الرئيس، السيدة الوزيرة، مما لا شك فيه أن جائحة كورونا أثرت بشكل كبير على مجموعة من الفئات داخل المجتمع المغربي، لكنها أثرت بحدة أكثر على الفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة. ونسجل للأسف أن الوزارة المعنية لم تقم بأي شيء يذكر في مواجهة هذه الآثار السلبية على هذه الفئات الهشة. لهذا أقدم نفس الأسئلة. أولا، ما هي الأرقام بشأن التأثيرات التي تعرضت لها هذه الفئات المستضعفة؟ ثانيا، ماذا قامت به الوزارة المعنية في مواجهة الجائحة خاصة في فترة الذروة؟ ثالثا، ما هي الاستراتيجية التي يمكن أن تكون الحكومة قد اتخذتها مستقبلا لمواجهة معاناة هذه الفئات؟ شكرا سيد النائب. جواب سيد الوزيرة. تفضل سيد الوزيرة المنصة. أشكركم على برمجة هذا السؤال المرتبط بالآثار الاجتماعية والاقتصادية للجائحة على الفئات الهشة الاجتماعية في وضعيات خاصة. كما تعلمون، مكنت التدابير الاحترازية المتخذة على المستوى الوطني لمواجهة الوضع الاستثنائي المتعلق بتفشي جائحة كوفيد-19 في بلادنا من تحقيق نتائج مهمة، جعلتنا في مصاف الدول التي واجهت الجائحة بفعالية ونجاح، سواء من حيث المقاربات الشمولية والفعالة في مواجهة تداعيات انتشار الجائحة، وذلك تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، أو على مستوى اقتصادي واجتماعي، أو كذلك على مستوى التدابير الصحية وخاصة المتعلقة بتوفير الكمامات ومواد التطهير واللقاح. وقد أكدت وكشفت أزمة كوفيد الاقتصادية والاجتماعية عن أصالة قيم التضامن في الشعب المغربي، سواء في تدبير تداعيات الاجتماعية والاقتصادية للأزمة على الفئات الهشة، أو في صمود الأسر المغربية أمام الضغوطات الغير الاستثنائية التي أفرزتها الأزمة، حيث كشفت معطيات البحث الوطني الذي أنجزته المندوبية السامية للتخطيط حول تأثير فيروس كورونا على الوضع الاقتصادي والاجتماعي والنفسي للأسر
على أن 82% من الأسر لم تتأثر العلاقات داخلها بالجائحة، وفي المقابل 18% أي 21% في الوسط عن شعور يعني عبرت عن شعورها بتدهور العلاقات الأسرية. إن هذه الجائحة أكدت أهمية يعني من الدروس أهمية تقوية المؤسسات الاجتماعية بما فيها مؤسسة الأسرة في مواجهة مثل تلك الأزمات التي قد تكون لها تداعيات شاملة، وهذا ما يتطلب منا مزيدا من تقوية مؤسسة الأسرة ومؤسسات الاجتماعية الأخرى ومؤسسات المجتمع المدني. فمباشرة بعد إعلان حالة الطوارئ الصحية قامت وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة بتكييف برامجها وتكييف مع يعني مع المؤسسات العمومية التي تحت وصايتها وهي التعاون الوطني ووكالة التنمية الاجتماعية، قامت بتكييف وملائمة كل برامجها وكذلك مواردها البشرية لتنسجم مع يعني السياق الجديد اللي هو سياق يعني الكوفيد وتداعياته، كما قامت بتتبع يعني المصالح هذه المؤسسات العمومية بالتعاون مع السلطات المحلية والجماعات الترابية وغيرهم من المتدخلين بمبادرات، تم القيام بمبادرات عديدة لفائدة فئات الهشة من المجتمع. ويمكن أن أتوقف عند مجموعة من المحاور الأساسية، أولاً على مستوى حماية الفئات الهشة المتواجدة في مؤسسات الرعاية الاجتماعية. اليوم العدد الإجمالي ديال الأشخاص اللي هما في مؤسسات الرعاية الاجتماعية، اللي كنتكلم على مؤسسات الرعاية الاجتماعية يعني بمختلف أصنافها، اللي فيها المسنين، اللي فيها الأطفال في وضعية صعبة، اللي فيها النساء في وضعية صعبة، اللي فيها كذلك الأشخاص في وضعية إعاقة، كنوصلوا إلى 34,000 شخص لهما اليوم في هذه المؤسسات. وقد تم تسجيل نجاحات استثنائية انضافت إلى النجاحات التي حققتها بلادنا في مجال مواجهة الجائحة، وسأتوقف عند بعضها. فبالرجوع إلى هذه المؤسسات، مؤسسات الرعاية الاجتماعية 34,210 مستفيد، وهذه مناسبة لكي أتوجه بتحية خاصة لهذه المؤسسات والمشرفين عليها والمجهودات الكبيرة التي يقومون بها خدمة للأشخاص لهما في نزلاء أو مستفيدين من هذه المؤسسات. فرغم ظروف الجائحة كاين مؤسسات للمشرفين بقاو يعني عملوا الحجر داخل هذه المؤسسات حماية لهاد الأشخاص، وهذا الشيء هو اللي جعلنا أنه اليوم أن إذا كانت نزلاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية على المستوى الدولي قد حققوا أعلى نسب الوفيات، ففي المسنين ما غاديش ندخل في التفاصيل، وأنا غادي نأكد أنه أكثر من 40% المسنين في دول متقدمة في أمريكا وفي أوروبا، وهذا بتقارير الأمين العام للأمم المتحدة وتقارير كذلك لجامعات بحثية أكدت أن نسبة الوفيات في الكوفيد كتوصل حتى 40% حتى 50% في هذه الدول يعني في صفوف المسنين المتواجدين في مؤسسات الرعاية الاجتماعية. في هذا السياق المغرب نسبة الإصابة لم تتجاوز 0.03%، ونسبة كذلك الوفيات لم تتجاوز 0.08%. فهذه النسب تؤكد أننا نجحنا في هذا المستوى في حماية مؤسساتنا، خاصة مؤسسات الرعاية الاجتماعية، في حمايتها من انتشار الفيروس من جهة، وفي حمايتها من خطر الوفيات التي هددت كثيرا من مؤسسات العالم الخاصة بمؤسسات الرعاية الاجتماعية. كذلك هذه المؤسسات استفادت اليوم من البرنامج الوطني للتلقيح. الإنجاز الثاني نعتبر أن هذا إنجاز ينضاف إلى إنجازات بلادنا وهذه الحكومة في مجال مواجهة الجائحة بكل حزم وبكل مسؤولية وبكل فعالية. الإنجاز الثاني لأن هذه الأرقام أنا ما بغيتش ندخل في التفاصيل ديالها، ولكنها أرقام مفزعة. نعطي مثلا أنه كاين دول اللي وصلت فيها النسبة ل 40% ديال الوفيات، 7,800 شخص إصابة كتوفى في هذه الدور. فإذا هذا إنجاز بالأرقام. الإنجاز الثاني الذي لا يقل أهمية وهو يتعلق بتنظيم أول وأكبر عملية جمع وإيواء الأشخاص في وضعية الشارع بصفتهم من الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالكوفيد، وتمكنت بلادنا في ظرف استثنائي من وضع فضاءات وتهيئتها. تقريبا تم تهيئة 163 فضاء إضافي إضافة إلى المؤسسات المرخص لها 1,275 يعني مؤسسة مرخص لها للرعاية الاجتماعية. تم تهيئة 163 فضاء خصصوا للأشخاص في وضعية الشارع، فيهم نسبة 11% هم نساء و
يعني 1566 منهم تم إدماجهم مباشرة في أسرهم، يعني 1566 تم إدماجهم مباشرة بفضل المجهودات الكبيرة التي يبذلها كل المتدخلين في هذا الملف من أجل ضمان إدماج اجتماعي للأشخاص اللي هما في وضعية الشارع. اليوم إلى حدود 7 مايو 2021 بقي في الأشخاص اللي هما في وضعية الشارع في هذه الفضاءات أكثر من 1200 شخص. طبعا دائما في إطار هذه الفضاءات التي تم تجهيزها والتي جعلت بلادنا تنجح أقول، وتجعلنا كمغاربة نفخر بأن حماية الأشخاص اللي هم في وضعية الشارع من الإصابة بالوباء مقارنة مع دول هي دول متقدمة ولكن كان عندها صعوبات في هذا الملف. إذن أؤكد أنه كذلك على مستوى البرامج التي تم إطلاقها واللي كان اعتبرها برامج مهمة جداً، برامج مرتبطة دائما في إطار حماية مؤسسات الرعاية الاجتماعية بإطلاق مجموعة من البرامج خاصة بالطفولة بالمسنين بالأشخاص في وضعية إعاقة. بالنسبة للمؤسسات تم صرف المنحة 2019-2020-2021 كذلك الاستمرار في كل برامج التي تقوم على التحسيس وعلى خطورة هذا الوباء في إطار تنزيل خطة عمل وقاية وحماية الأطفال من في وضعية هشة من عدوى فيروس كورونا. وسيتم في الأسبوع القادم القيام بتوزيع إطلاق العملية الثالثة لتوزيع عدة النظافة على الأطفال بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، وسيستفيد أكثر من 26 ألف طفل في هذه العملية، وقد تم إطلاق العملية الأولى والثانية مع اليونيسيف في المراحل الأولى للجائحة. تم كذلك يعني على مستوى الأشخاص في وضعية إعاقة، أكيد أن الأشخاص في وضعية إعاقة هم من الفئات الأكثر يعني تضرراً والتي تحتاج إلى عناية أكبر، لهذا تم إطلاق وبث مجموعة من الوصلات تحسيسية رقمية بلغة الإشارة واستعمال لغة الإشارة ليستفيد فئة عريضة من الأشخاص في وضعية إعاقة، مواصلة دعم الجمعيات العاملة في مجال تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة واللي اليوم تستفيد منها 13591 طفل من هذه البرامج. يعني وصلنا إلى معدل ديال 165 مليون ديال الدرهم بسنة يعني في إطار سنة 2020، ويستمر هذا الدعم لهذا البرنامج. مواصلة تنفيذ البرنامج الوطني للتأهيل في مجال إعاقة التوحد، وقد أطلقنا يوم 17 يعني اللي هو اليوم أطلقنا بداية تكوين الفوج الثالث في برنامج رفيق، رقمنا تسليم شهادة الإعاقة وهذا كان اعتبره إنجاز مهم من خلال تبسيط وتيسير المساطر يعني الإدارية، فاليوم كيمكن الأشخاص في وضعية إعاقة من مختلف ربوع المملكة أنهم يتقدموا ويستعملوا المنصة الرقمية منصة خدماتي لكي يحصلوا على شهادة الإعاقة، ماشي ضروري يجيوا للرباط باش ياخذوا هذه الشهادة ولكن من المكان اللي هما فيه. طلقناها في المرحلة الأولية 46 مركز نموذجي، واليوم نحن نسعى إلى تعميم هذه المراكز في مختلف أقاليم المملكة، وطبعا هذه الخدمة متوفرة عبر لمن يضبط يعني الآليات المعلوماتية يمكن له ياخذها في أي مكان هو فيها. وصلنا إلى تسليم 26500 شهادة منذ انطلاقة الخدمة، وطبعا هذه الشواهد وتبسيط المساطر كان لها أثرها الكبير على مستوى الظروف التي اجتيزت فيها المباراة الوطنية الموحدة. في فبراير من هذه السنة تم تنظيم التزاما بوعودها وفت الحكومة ونظمت المباراة رغم الظروف المالية الصعبة ورغم الإكراهات الصعبة، تم تنظيم المباراة الوطنية الموحدة لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة وتنظمت المباراة وتم الاستفادة من تبسيط هذه المساطر، بل أكثر من ذلك نظمنا 30 مركز على في إطار مراكز توجيه والمساعدة للأشخاص في وضعية إعاقة، حتى يعني تمت المباراة انطلاقا من الأقاليم اللي هم متواجدين فيها، وهذا الأمر مكننا أنه اليوم 400 شخص إضافة يعني استفادة 50 شخص في وضعية إعاقة في مباراة 2018، اليوم 150 شخص أو 200 استفدت في 2019، اليوم مباراة 2020-2021 400 شخص في وضعية إعاقة. في المحصلة في هذه الثلاث سنوات الأخيرة 650 شخص في وضعية إعاقة ولجوا إلى الوظيفة العمومية في إطار إدماجهم ويعني في الوظيفة العمومية. كذلك يعني نعتبر أن دائما في إطار المنجزات أو التي تم الاشتغال عليها
صندوق التماسك الاجتماعي والحماية الاجتماعية والذي يقدم خدمات مهمة جدا للأشخاص في وضعية إعاقة، أتوقف عند التمدرس اللي اليوم وصلنا في المنحة 165 مليون ديال الدرهم سنويا برسم سنة 2020، أتوقف عند المعينات التقنية اللي وصلنا اليوم ل 41 ألف شخص استفدوا، أتوقف عند المشاريع المدرة للدخل اللي وصلنا اليوم في الجائحة تم توزيع 269 شيك لإحداث مقاولات صغرى خلال فترة الحجر الصحي بمبلغ تجاوز 11 مليون ديال الدرهم، إضافة إلى تعزيز شبكة مراكز الاستقبال والتوجيه لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، لليوم وصلنا لواحد الشبكة فيها 78 مركز للتوجيه والمساعدة الأشخاص في وضعية إعاقة اللي متواجدة على المستوى الترابي في كل أقاليم المملكة. طبعا كل هذه الخدمات التي تتم في إطار صندوق التماسك الاجتماعي والحماية الاجتماعية هي خدمات مهمة جدا وخدمات مباشرة ودعم مباشر للأشخاص في وضعية إعاقة اللي كيستفدوا منها. بل تم توقيع في 3 جنبر من هذه السنة برئاسة السيد رئيس الحكومة بين وزارة التضامن ووزارة الشغل وقطاعات ومؤسسات وطنية أخرى من أجل تشجيع التشغيل الذاتي لدى الأشخاص في وضعية إعاقة ودعم قدرات الموارد البشرية العاملة في مجال الإدماج المهني، ونعمل حاليا على الاشتغال على التشغيل الذاتي في إطار تفعيل قانون الإطار للإعاقة. في إطار تطوير الخدمات القطاعية الموجهة لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، أتوقف عند إنجاز المداومة التربوية والتأهيلية عن بعد لفائدة الأطفال ومشاركة 3462 إطار في إطار المداومة التربوية، تعزيز إرساء خلايا الاتصال والتواصل والتوجيه والإرشاد بالمندوبيات الإقليمية والمنسقيات الجهوية للتعاون الوطني الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة، اتخاذ إجراءات الاحتياطية ويعني المساعدة لتوزيع المساعدات الغذائية للأشخاص في وضعية إعاقة لهم في حالة عوز والذين يستفيدون من هذه الطرود. على مستوى النساء المرأة يعني تم إطلاق مجموعة من البرامج أتوقف عند أهمها، وهي توفير فترة الجائحة 63 فضاء الذين تم توزيع عناوينهم على الخط على منصة كلنا معك لتكون جاهزة لاستقبال النساء اللي كيحتاجوا الإيواء بسبب تعرضهم للعنف محتمل في تلك الفترة. اليوم نتوفر على 65 جاهزة و20 في الطريق في نهاية 2021، سيكون لدينا 85 فضاء جاهز. تمت زيارة مجموعة منها المؤسسة المتعددة الوظائف في طنجة، المؤسسة المتعددة الوظائف في مكناس، المؤسسة المتعددة الوظائف في وزان، المؤسسة المتعددة الوظائف في الداخلة. فنحن لا نتحدث عن فضاءات في الأوراق، ولكن كنتكلموا على فضاءات موجودة في الواقع، اللي بغى يزورها يمكن يزورها. وهذه الفضاءات كنعتبرها بنيات للقرب، مؤسسات تحقق. آخر فضاء افتتحناه هو فضاء تمسنا قبل أسبوعين، واللي كنعتبروا أن هذه الفضاءات مهمة جدا، لأنها أولا بنيات للقرب، فضاءات اجتماعية للتكوين للتأهيل لضمان مسار التكفل بالنساء ضحايا العنف، وهذا كيتعتبر ماشي غير فقط في مجال النساء ضحايا العنف، ولكن كذلك في المواكبة وتأهيل النساء، وهذا كنعتبره إنجاز مهم يحق لنا جميعا أن نعتز به، لأنه رصيد ديال التعاون بين مختلف المتدخلين. وزارة التضامن ساهمت من جانبها ب 86 مليون ديال الدرهم، إضافة إلى شركاء آخرين اللي خلونا اليوم كنتوفروا في بلادنا على 65 جاهزة و20 في الطريق على هذه الفضاءات المهمة لضمان التكفل بالنساء. أطلقنا كذلك بروتوكول حماية، واللي كنعتبروا بروتوكول حماية هو دليل للتكفل بالنساء ضحايا العنف، كنعتبره مهم جدا، لأننا أن نصل إلى وضع بروتوكول كيأكد على أن هذا البروتوكول اليوم غيوحد طرق الاشتغال، غيجود نمط الاشتغال بين مختلف مؤسسات المتعددة الوظائف وكذلك مراكز الاستماع اللي تربطها شراكة مع وزارة التضامن. فالفترة ما بين 2015 إلى 2020 وصلنا إلى دعم مراكز استماع والتوجيه للنساء اللي هما ضحايا العنف 60 مليون ديال الدرهم من 2015 إلى الآن، التي تم يعني رصدها من أجل يعني دعم المؤسسات العاملة خاصة المؤسسات النسائية المتخصصة في مناهضة العنف ضد النساء. طبعا دائما في إطار النساء اليوم كاين اشتغال في مراحله المتأخرة على مشروع
استراتيجية لمناهضة العنف ضد النساء، واللي كان اعتبروها مشروع مهم جدا لأنه سيحقق الالتقائية والتنسيق بين كافة المتدخلين. أتوقف كذلك عند برنامج تكفل اللي كيقوم على تكوين، ينطلق على 3 سنوات، انطلقنا هذه السنة ويستمر 3 سنوات لتكوين الموارد البشرية المؤهلة في مجال مناهضة العنف ضد النساء وتأهيل النساء وتقوية الموارد في هذا الشأن. في مجال الطفولة اللي كتعتبر اليوم اهتمام الطفولة المغربية واهتمام بمستقبل المغرب، الطفولة اليوم هناك تم إطلاق خطة وطنية من أجل حماية الأطفال من يعني تداعيات، خاصة الأطفال اللي هم في وضعية صعبة من تداعيات الجائحة في فترة الجائحة. واليوم أطلقنا الأجهزة الترابية المندمجة، أطلقنا 8 ديال الأجهزة اللي هي جاهزة بمراكز المواكبة، ونشتغل على إطلاق 10 أجهزة ترابية في هذه السنة ديال 2021. إذن هذه بنية القرب نريد من خلالها أن البرامج والسياسات الاجتماعية أن يكون لها أثر على المستوى الترابي، وأن ما تكونش فقط برامج مركزية ولكن لابد أن يكون لها أثر على المستوى الترابي بتعاون مع مختلف المتدخلين والشركاء. وشكرا لكم. شكرا. ننتقل للمناقشة تعقيب فريق العدالة والتنمية. تفضلي السيدة النائبة في 4 دقائق و30 ثانية. السيد الرئيس المحترم، السيدة الوزيرة المحترمة، السيدة والسادة النواب المحترمين، يطيب لي أن أتناول الكلمة باسم فريق العدالة والتنمية في إطار مناقشة تدبير قطاع التضامن لتداعية الجائحة على الفئة الهشة، وتفاعلاً مع ما جاء في جوابكم السيدة الوزيرة. لابد أن نسجل في البداية وبارتياح كبير نجاح الحكومة في التخفيف من تداعيات الجائحة على الفئة الهشة بمجهود جماعي وبنفس تضامني، مكن بلادنا في وقت وجيز وفي ظرف صعب وبقيادة حكيمة لصاحب الجلالة من دعم أكثر من 6 مليون أسرة متضررة بغلاف مالي تجاوز 21 مليار درهم. ساهم هذا الإجراء بشكل مباشر في التخفيف من تداعيات الأزمة على الفئات الهشة. السيدة الوزيرة المحترمة، كذلك استمرار خدمات صندوق التماسك الاجتماعي على اللي كان ذو أثر كبير على الفئات الهشة، سواء دعم الأرامل أو خدمات برنامج تيسير أو غيرها من البرامج الاجتماعية، والتي ساهمت كذلك في التخفيف من تداعيات الجائحة على المستفيدين من هذا البرنامج. واليوم بحمد الله يتوج هذا المجهود استثنائي للحكومة بإطلاق ورش الحماية الاجتماعية برعاية واهتمام شخصي من صاحب الجلالة، مما سيضمن التعميم الكامل للحماية الاجتماعية على المواطنين والمواطنات، خصوصا منهم الفئة الهشة. وهذه مناسبة كذلك سيدة الوزيرة لنهنئكم مرة أخرى ومن خلالكم الحكومة على نجاحكم في الوفاء بالتزامات البرنامج الحكومي والمرتبطة بقطع التضامن، مجهود متواصل لتنزيل مقتضيات القانون الإطار 97/13 للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة. لأول مرة أصبحت بلادنا تتوفر على مخطط عمل وطني يضمن وبالقانون ولوج الأشخاص في وضعية إعاقة لحقوقهم الدستورية. تمكنتم السيدة الوزيرة من تفعيل حصة 7% من مناصب الشغل لفائدة هذه الفئة، وأصبح هذا الإجراء واقعا ملموسا تصل ثماره إلى المواطنين والمواطنات في وضعية إعاقة. كذلك استمرار تنفيذ البرنامج التنفيذي للسياسة المندمج للطفولة وتعميم الأجهزة الترابية على مجموعة من المدن المغربية في ظرف سنة من إطلاق هذا الورش، وهذا إنجاز مهم وكبير. أصبحنا السيدة الوزيرة في عهد هذه الحكومة نتوفر على قوانين تؤسس لعمل اجتماعي مهني محترف، القانون 45/18 المتعلق بالعاملين الاجتماعيين، القانون 65/15 المتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، القانون المتعلق بالعمال المنزليين وغيرها من القوانين التي أصبحت مكتسبات مهمة وغير مسبوقة تدعم حصول الفئات الهشة على حقوقها الدستورية وبالقانون. ولا يفوتنا في فريق العدالة والتنمية أن ننوه بالمجهود الجبار خلال الجائحة
مجهود ديال الإيواء مواكبة المسنين ونزلاء ذو الرعاية الاجتماعية، وهذه فرصة لنوها في فريق العدالة والتنمية بمجهودات أطر وموظفي ومستخدمي وزارة التضامن، مؤسسة التعاون الوطني، وكالة التنمية الاجتماعية وكافة الشركاء على مجهوداتهم المتواصلة لتنزيل هذه البرامج على أرض الواقع رغم الإمكانات المتواضعة. السيدة الوزيرة المحترمة، أطلقتم مجموعة من البرامج المتعلقة بمناهضة العنف، منها الاستراتيجية الوطنية مناهضة العنف وغيرها من البرامج، واليوم السيدة الوزيرة لابد من الاستثمار في المقاربة الوقائية، كما تفضلتم السيدة الوزيرة الإسراع في اعتماد سياسة مندمجة للنهوض بالأسرة، وكذلك إدماج البعد الأسري في جميع السياسات والبرامج خصوصا التربوية منها. كذلك سيد الوزيرة لابد من العناية بالمقبلين على الزواج واعتماد برامج ديال تأهيل الزواج، وهذا معمول به في مجموعة من الدول واللي وضعت سياسات عمومية لمواجهة العنف والتفكك الأسري. شكرا. شكرا. تعقيب فريق الأسرة والمعاصرة، تفضلي سيدة النائبة. شكرا السيد الرئيس. بداية أود أن أوضح مجموعة من الأمور وردت في تقريركم السيدة الوزيرة رفعا لكل مغالطة. أن نسبة الوفيات قلتم أنها ضئيلة في مراكز الرعاية الاجتماعية، نشير أن نسبة الوفيات في المغرب برمته هي ضئيلة ولله الحمد، يلا 1.8، في حين أن كاين دول فيها نسبة مرتفعة، وهذا ما رجعش للعمل ديال وزارة التضامن، هذا رجع لمجموعة من المتدخلين اللي هي وزارة الصحة، انخراط الشعب المغربي في احترام الحجر الصحي، ومجموعة من الأمور. كذلك غادي نبغي نرفع واحد اللبس ديال تشغيل الأشخاص في وضعية إعاقة. حنا كلنا كنعرفوا أسباب النزول ديال تشغيل الأشخاص في وضعية إعاقة، اللي كان بعد سقوط الشاب صابر من مقر وزارة التضامن، وكان إجماع من لدن كل الأطياف السياسية باش نصوتوا على رفع مناصب الشغل لهذه الفئة. هذا ما خصناش نتبناه وزارة التضامن بوحدة. غادي ندخل في صلب الموضوع. السيدة الوزيرة، الجائحة هي أثرت على بزاف ديال الفئات اللي هي نشيطة، ولكن الفئات ديال الأشخاص في وضعية إعاقة، والفئات ديال الأشخاص اللي تيمتهنوا التسول، والفئات ديال الأشخاص في وضعية الشارع، والعديد من الفئات الهشة، راه كان تأثير كارثي. وهذا التأثير الكارثي كيظهر على صعيد الواقع، احنا ما غاديش نكذبوا من أجل التكذيب، ولكن على صعيد الواقع هناك ارتفاع مهول للمتسولين. راه يلا خرجنا من رمضان، ونبغي نشير لكم السيدة الوزيرة أنه في مدينة مراكش في كل إشارة ديال المرور، في المحطات الطرقية، أمام الأبناك، أمام عدة مؤسسات، ارتفع العدد ديال المتسولين. واللي كيحز في النفس أكثر هو استغلال الأطفال في التسول، وهذا الشيء راه كيوقع أمام المرأة والمسمع ديال الحكومة. إذا كان المغرب عنده قانون لحماية الأطفال، وكان القانون المغرب وقع على اتفاقية ديال حقوق الطفل، شنو كنسميو هذا؟ هذا خروج عن القانون، هذا استغلال الأطفال، استغلال بشع. وكاينين عصابات كتستغل هاد الأطفال، لدرجة أن تأجير ديال الطفل، وبين قوسين على هاد الكلمة لأن البشر لا يؤجر، ولكن للأسف الشديد بما أن هاد الناس لقاو فراغ ولقاو تساهل، كاين اللي كيأجر الابن ديالو 150 درهم في الأيام العادية، وكاين اللي كيأجرو 300 درهم في المناسبات. هاد الشيء راه ماشي معقول السيدة الوزيرة، وراه عندكم واحد القطاع حيوي ومهم اللي كتسهروا عليه، وخصكم تشتغلوا افقيا، ماشي يجي الطاقم اللي خدامين معاه يدير لك واحد التقرير ويقول لك حقاره حنا درنا هنا وحنا درنا هنا وحنا درنا. الواقع السيدة الوزيرة بكل احترام يكذب ما جاء في تقريركم. الواقع هو مرير،
وسأمر على الأشخاص ذوي الإعاقة. الأشخاص ذوي الإعاقة متروكون لمصيرهم، خاصة بالنسبة للأشخاص الذين لا يستطيعون لا التمدرس ولا الشغل. هاد الأشخاص هم موضوعين على عاتق الآباء ديالهم، ولكن الحكومة علاش ما تساعدش الآباء ديال هاد الناس؟ لا يعقل أن التعويضات العائلية بالنسبة للموظفين المستخدمين تتساوي نفس التعويضات اللي عنده طفل في وضعية إعاقة، شي ما كاينش في شي بلاد. هاد الطفل، لأن الإعاقة أنتم كتعرفوا السيدة الوزيرة أكثر من أي واحد بأن الإعاقة هي كلفة تتطلب الفلوس. هاد الأب رئيسة. الوقت انتهى. شكرا. معذرة. تعقيب فريق التجمع الدستوري، تفضلي السيدة النائبة. شكرا السيد الرئيس، السيدة الوزيرة، السيدات والسادة النواب. يطيب لي باسم فريق التجمع الدستوري أن أتناول تعقيبي هذا. في البداية لابد أنني نقول على أن العرض ديالكم السيدة الوزيرة كان عرض ورديا بامتياز، في حين أن الواقع هو أسود قاتم، وهذا واقع خصنا نقولوه ونكونوا صرحاء مع بعضنا. فيما يخص منسوب الثقة اللي تكلمتوا عليه واللي جا في التقرير ديال وزارة ديال المندوبية السامية للتخطيط، ففعلا ارتفع منسوب الثقة لدى الأسر، ولكن ملي كنتكلموا على النساء ضحايا العنف واللي كانت أكثر الفئات تضررا خلال الجائحة، فكنعتقد على أن النساء هما الدعامة الأساسية للأسرة، وبالتالي هذه الفئة هذه تعرضت لواحد العنف رهيب خلال فترة الحجر الصحي، والدليل على ذلك هي النيابة العامة والشكايات الموكولة لها. ومما زاد الورد تأزما هي أن هاد النساء كانوا كيتعرضون لواحد يعني مشاكل عدة، منها انعدام التواصل الجيد وسوء التبليغ كذلك، والتأخر في بث الشكاوي، وكذلك فيما يخص المشكل ديال المأوى. نمشيو على النساء، نمشيو لنا الأشخاص في وضعية الشارع، ونتكلموا على الأطفال اللي هما كذلك دعامة أساسية اللي من حضرة من الأسر، ونتكلموا على الأطفال في الشارع، ونقولوا على أنهم على الرغم من المجهودات اللي كتقوموا بها، ما غنكروش أن الوزارة كتقوم بمجهودات جبارة، ولكن كيبقى الأثر ما كنلمسوش في الواقع. فالأطفال في الوضعية الشارع موجودين بكثرة، ولا أدل على ذلك ما حدث في مناطق الشمال. في الأطفال عوض أنهم يكونوا في المدارس كنوجدهم على جنبات شواطئ الشمال مالية، كيتحينون الفرص من أجل العبور والهجرة السريع إلى الضفة الأخرى. الحكومة كانت التزمت الصوت مؤخرا إزاء ما حدث في نزوح جماعي لمجموعة من الشباب ومنهم القاصرين بالرمي بأنفسهم في البحر على الشواطئ المغربية، وللأسف كان هذا الصمت مخيف ورهيب. التضامن اللي هي الاسم اللي كيحملوا القطاع ديالكم اللي خصو يكون الأجدر مع هاد الشباب. فيما يخص ظاهرة التسول كما قالت زميلتي فهي ظاهرة مؤرقة ومتفشرة بكثرة أينما وليت بوجهك، في الشوارع المغربية، في المطاعم، في المقاهي، في المساجد، في الطرقات، في المحطات، في كل شيء كان جدو ظاهرة التسول. كتبدلو فعلا مجهودات، كاين خطط، كاين برامج، كاين استراتيجيات، ولكن للأسف الشديد خصنا نلمسوها على أرض الواقع. احنا ما كنذكروش على أنكم كتقوموا بمجهودات جبارة السيد الوزيرة، ولكن خصنا نلمسوها، المغاربة خصهم يلمسوها، خصنا نشوفوها. احنا ما كرهناش نشوفوا بلادنا كتزهر، كنشوفوا الأطفال في المدارس في المكان ديالهم الطبيعي. أليس من الأجدر أن هاد الأطفال للأسف الشديد كيتعاطوا المخدرات وكيتعرضوا للاغتصاب؟ أليس من الأجدر أن يكون مكانهم الطبيعي هو مقاعد داخل المؤسسات التعليمية؟ أليس من الأجدر أن يكون هناك تنسيق بينكم وبين وزارة الصحة من أجل أخذ بيدهم، من أجل علاجهم، من أجل كذلك نوجدهم كلهم داخل المؤسسات التعليمية كيتلقوا تعليم جيد؟ السيدة الوزيرة، للأسف الشديد هناك مظاهر وبقع سيئة جدا، نتمنى جميعا أن تتكثف الجهود من أجل القضاء عليها، وشكرا. شكرا. تعقيب موالي الفريق الاستقلالي وحدة التعادلية، تفضل سيد النائب. شكرا سيد الرئيس، السيدة الوزيرة، السيدات والسادة النواب. وبالرغم من الأجوبة اللي تقدمت بها السيدة الوزيرة مشكورة واللي أعطت فيها واحد مجموعة ديال الأرقام الخاصة بالعناية بهذه الفئات الهشة والمستضعفة،
إلا أننا السيدة الوزيرة نسجل غياب استراتيجية عامة للعناية بهذه الفئات الهشة، والدليل على ذلك هو الواقع المعاش يوميا. تكلمت السيدة الوزيرة على المشردين واللي كان الجمع ديالهم في مؤسسة الرعاية الاجتماعية، وفعلا قامت السلطات بطبيعة الحال والتعاون الوطني بهذا الدور، ولكن للأسف الشديد هو أنه كانوا في ظروف جد جد مزرية. يعني ربما الأمر اختلف بالنسبة للأقاليم، ولكن أنا كنتكلم على الإقليم اللي كنعيش فيه، كانوا في ظروف مزرية، وحتى المستوى ديال التغذية ديالهم كان ناقص جدا. ثم قلت بأنه تم الإدماج ديالهم بعد نهاية هذه الفترة، بالعكس ما تمش الإدماج ديالهم، تم الإدماج ديالهم بالشوارع. يعني لما انتهت هذه الفترة تم الإدماج ديالهم بالشارع، عادوا مرة أخرى للشارع، ما تمش الإدماج ديالهم في الأسر ديالهم، لأن الكثير فيهم ما عندوش أسر. هذه الظاهرة كذلك اللي تكلموا عليها الأخوات والإخوان ديال المتسولين، الآن أصبح الإنسان يعني في واحد الوضع، فين ما مشيتي في المقاهي في المطاعم فين ما مشيتي في الشارع، يعني ظروف مزرية جدا. والدليل وأكثر من ذلك أنهم يستغلون الأطفال الصغار، في بعض الأحيان كتلقى حتى الصبيان، كتلقى مرة هنا في الشارع في الرباط كتلقى مرة ومنومة، ما عطوش عطيها لهذوك الأطفال المساكين، عطيهم شي سيرو ولا شي حاجة منوماهم باش يعني تسعابيهم. فيعني هذه واحد الظروف معاشة كنشوفوها يوميا. ولهذا السيد الوزيرة راه إلا ما قمتوش بواحد الاستراتيجية عامة وتكون مشاركة فيها جميع الجهات المعنية، راه يستحيل أننا نوجدوا شي حل لهذه الفئات المستضعفة، وخاصة الفئات اللي هي في وضعية إعاقة اللي كتعاني الأمرين، واللي الآن راه كاين بطبيعة الحال هاد النسبة قليلة جدا. انتهى الوقت، شكرا. تعقيب الفريق الحركي، تفضلي السيدة النائبة. شكرا السيد الرئيس، السيدة الوزيرة، السيدات والسادة النواب. يشرفني أن أتناول الكلمة باسم الفريق الحركي في إطار تعقيب على جوابكم السيدة الوزيرة، وعلى عرضكم الذي يعكس بجلاء حجم المجهودات اللي كتقوم بها على رأس الوزارة وفي المجال الاجتماعي بصفة عامة، لكنه يبين في نفس الوقت واقع الشتات وعدم تناسق والتقائية البرامج المتعلقة بالجانب الاجتماعي. هذه المعضلة التي سبق أن نبه إليها صاحب الجلالة نصره الله في خطبه السامية. إن الواقع الاجتماعي والمجتمعي الحالي المترتب عن تراكم مزمن قد زادت من حدته تداعيات كورونا، وبالتالي تفاقمت مظاهر العجز الاجتماعي دون أن نلمس إجراءات في مستوى الإكراهات. كل هذا سيدة الوزيرة يجعلنا نسائل سياسة الحكومة عن الإجراءات المتخذة لمعالجة الأوضاع الهشة وإعادة تأهيل المعاقين وإدماجهم في الحياة الاجتماعية وتمكينهم من حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية. ويجعلنا كذلك نتساءل عن دور مؤسسة الرعاية الاجتماعية والتعاون الوطني ومراكز الإيواء وغيرها، والتي يبقى دورها مع الأسف محتشم. بالنسبة للمرأة سيدة الوزيرة، ماذا أعدت الحكومة للنساء الممتهنات سابقا للتهريب المعيشي بسبتة ومليلية، خاصة بعد إغلاقها؟ ماذا عن النساء القرويات التي كن يشتغلن في التعاونيات التي أغلقت بسبب الجائحة، وأي إجراءات للتمكين الاقتصادي لهؤلاء النساء؟ ماذا عن أطفال الشوارع في جميع ربوع المملكة، وخاصة في ميناء في محيط بني نصار بالناظور؟ وماذا عن اليتامى والأطفال المتخلى عنهم؟ وهل من برامج لمواكبات الجمعيات التي تعنى بهذه الفئة؟ جمعيات في حاجة إلى دعم مادي ومعنوي،
كما هو الشأن بالنسبة لجمعية الياسمين بالناظور التي تبذل مجهودات جبارة لحماية ورعاية هؤلاء الأطفال المتخلى عنهم دون أن تتلقى دعما من طرف وزارتكم على مدى 30 سنة. انتهى الوقت سيدة النائبة، شكرا. تعقيب الفريق الاشتراكي، تفضل سيد النائب. كان سيدة رئيس السيدة الوزيرة، وكنا كنتمناو أن هذه الوزارة تستدرك الغياب ديالها في بداية الجائحة وأنها تبان إلى الوجود، ولكن للأسف امتد الغياب. فسيدة الوزيرة تتحدثوا على أنه بالنسبة للتفكك الأسري غادي يكون خصنا مزيد من تقوية الأسرة والمجتمع المدني، وكتحدثوا على البرمجة ديال المبادرات عديدة لفائدة فئة هشة من المجتمع. وقتاش هاد الشيء؟ الولاية سالات. هاد المسائل السيدة الوزيرة خص فيها وضوح مع المواطنات والمواطنين. تتحدثوا على القيام بالاستفادة من التلقيح. هادوك المسنين استفدوا من التلقيح لأنه البرنامج وزارة الصحة ولأنه مسنين. وهذاك بالنسبة لتنظيم أول وأكبر عملية جمع أفراد الشائع. ماشي ديالكم، ديال الوزارة الداخلية. اعتقد ان هذه الوزاره خصها تكون اليوم مديريه تابعه للوزاره الداخليه لانك تعطينا الخدمات الوزاره الداخليه. السيده الوزيره اكيد ان هذا الامر خصو فيه وضوح. تتحدثوا السيده الوزيره عن المعاقين، اشخاص في وضعيه اعاقه، شنو عطيتهم في زمن الجائحه؟ ما عطيتهم حتى حاجه اطلاقا. بالعكس، ان المشروع البرامج ديال الاندماج المهني والانشطه المديريه للدخل متعطيه. واش كاينه شي بقاء حلو تدي 45,000 درهم وتيديوها الانعاش الوطني ديالكم التعاون الوطني كيدي لها 45,000 درهم وهي ما كتسواش حتى 7,000 درهم في السوق، وحنا ولاد الفلاحه وتنعرفوا الاثمنه. اليوم خصك تفحصي الصفقات اللي داها التعاون الوطني على المستوى الاقالي وتتعرفي اش تنقصد بالضبط. وكاين اللي مشى مندوب وجاب الناس من دواو باش ياخذوا هذا النوع ديال الصفقات. كاين الفساد في التعاون الوطني خصو يتوضع ليه حد. باقا من التسييس ديال القطاع مقابل انه افساده على المستوى المالي. بالنسبه للاشخاص وضعيه اعاقه، هذا المشروع هذا هو اللي مشروع السيد ماشي ما عندوش علاقه بالجائحه. سيد النائب انتهى الوقت. تعقيب المجموعه النيابيه للتقدم الشراكيه، تفضل سيد النائب. سيد الرئيس. شكرا سيد الرئيس المحترم. السيدة الوزيرة المحترمة، قطاعكم باختصاصاته الواسعة وقطاع بحجم اختصاصات الحكومة كلها، والدليل هي الميزانية المتواضعة اللي عندكم. وأي خطابات سمعناها اليوم جزء كبير منها هو ضر الرمادي في العيون. ظاهرة الفقر والهشاشة امتدت وتوسعت بشكل كبير، وهذه القاعدة هذه موجودة. تسول بكل تمدراته وأشكاله وتنوعه واجد موجود كاين كنشوفوه صباح مساء. أكيد سيدة الوزيرة أن اليوم خصنا إرادة كبيرة باش نحاربوا التفاوز الطبقي، ولكن التوسع وهو شاسع اليوم ما بين الفقراء والأغنياء. الطبقة الوسطى مشات ضمحلات، ما كايناش اللي كانت كتشكل صمام أمان ديال العيش والتعاون الاجتماعي والتضامن. هذا الاسم الكبير اللي كتحمل وزارتكم. المعاقين وذوي الإعاقة اليوم بقى فيهم 500 واحد السيدة الوزيرة، 500 اللي كاينين بالإحصاء، واستقبلناهم وظفوهم بشكل مباشر. والبرلمان اليوم كله بكل فئاته بأحزابه وظفوا هاد الناس لأن عندهم إعاقات متنوعة وماشي بحال الأسوياء ما غنديروا لهمش المباراة. حنا كنطالبوا بالتوظيف المباشر لهاد الناس لأنهم ما عندهمش طاقات اللي عند الأسوياء. الآن 7% إلا جمعناها هاد السنوات كاملة تعطينا أكثر من 500 مقعد. سيدة الوزيرة، ارتفاع نسبة الطلاق والتشرد والتفكك الأسري اليوم يخيفنا ويرعبنا. وزادت من الأزمة ديالو ظاهرة كورونا، سدينا على الناس في ديورهم، فاسد في ديورهم في دكاكين مصغرة الآن. وتأزمات الوضعية ما بين الأزواج والأبناء، انظروا في المحاكم نسبة الطلاق الآن
مؤسف جدا اوضاع اجتماعيه اللي كنعيشوها. الوزاره خصها تلعب دور كبير وكبير وكبير جدا. شكرا سيد النائب. ننتقل للتعقيبات الاضافيه. السيده الرئيسه. صافي خدام السيد الرئيس. الهشة في بعض الفئات، في حين بأن الجائحة أبانت بأن أكثر من 5 ملايين ديال الأسر المغربية كتعيش الهشاشة، لأن أكثر من 5 ملايين ديال الأسر المغربية لقات راسها في ليلتها قبل من نهارها كتعيش في القطاع الغير مهيكل محتاجة للدعم ديال الدولة. وهاد كاع هاد البرامج والإجراءات وهذا أين هي؟ سياستكم من ظاهرة تأنيث الفقر، علما بأنه أسرة من أشهر 6 أسر تعيلها امرأة في وضعية هشاشة. 70% من الأسر المغربية كتحتاج للدخل ديال النساء في وضعية هشاشة، وهادشي ماشي هاد البرامج الترقيعية هي اللي غتحل المشكل. احنا عندنا الجواب في التقدم والاشتراكية، مادام نسبة النشاط ديال المغربيات هي أدنى نسبة غير في الجوار، أدنى نسبة بالمقارنة مع تونس، بالمقارنة مع موريتانيا، بالمقارنة مع الأردن، 24% ديال المغربيات الناشطات، وبالتالي إلا ما كانش التمكين الاقتصادي ديال النساء غتبقى الوضعية الهشاشة. شكرا سيدة الرئيسة. شكرا. هل هناك تعقيبات إضافية أخرى؟ طيب السيدة الوزيرة ردكم على التعقيبات. سيدنا تفضلوا فريق العصر والمعاصرة. شكرا سيد الرئيس. اقول بانه قول الكريم الرسول صلى الله عليه وسلم الحياء لا ياتي الا بخير، وانا اقول لهذه الحكومه يجب ان تستحي على الاقل وان لا تغلط المغاربه، لانه الحكومه مداخله ديال السيده الوزيره مع الاسف فيها مغالطات كثيره، وتقوم بمقارنه ارقام بدول يستفحل فيها الظاهره ديال دور المسنين. وعطيت ارقام فرنسا وقارنتها بما هو الكوفيد في المغرب والتاثير ديال على هذا الدور. فرنسا كاين 600 الف مسن ومتقاعد في دور ديال ليزيباد. فرنسا ماشي بحال المغرب. المغرب الحمد لله المغاربه حاضنين على والديهم، ما تيخليهمش في دور العجزه، والحمد لله ما وقفوش على هذه الحكومه. والاطفال اللي ما عندهمش الامكانيات راه حنا كنشوفهم في المدن الكبرى يفترشون الارض وكيضربوا بنهار بالمطاط في الشوارع الكبرى في الدار البيضاء. السيده الوزيره خصكم تستحيوا، لان العناوين العريضه ديال هاد البرامج اللي قتلتوا بها المغاربه وكثرتوا عليهم بالهضره فيها، والخطط بدون جدوى وبدون اثار على المواطنين، عنوانها العريض هو اطفال يتم تشهير بهم من طرف فنانين شميت، هو اطفال يتم اغتصابهم بجوار منازلهم ويدفنون بجوار منازلهم، هم معاقين ينتحرون من فوق البناية المقر الوزارة ديالكم السيدة الوزيرة. هذا هو العنوان ديال العمل ديالكم. شكرا سيد النائب. هل هناك تعقيبات إضافية أخرى؟ سيد رئيس فريق العدل والتنمية. شكرا سيد رئيس. سيد الوزيرة لكم أن ترفعوا رؤوسكم لا أن تستحيون. اللي يستحييه هو من اللي كان هذاك الدعم ديال الأراميل اللي جابته الحكومة السابقة، شكون اللي كان كيعارضه؟ لحتى قزم واصبح فقط الارامل اللي عندهم الاطفال المتمدرسين. اللي عندها الاطفال ماشي متدرسين لن تستفيد، واللي ما عندهاش اطفال لن تستفيد. هذوك اللي خصهم يستحيوا، اللي خصهم يستحيوا هما اللي تناوبوا على هاد الوزاره هذه وما داروش هذوك الحلول اللي اليوم راهم كيقترحوها. سيده الوزيره الحكومه ديالكم اجتماعيه بامتياز، شكون اللي دار شي حاجه للاعاقه من نهار اللي بدات هذه الحكومه الى يومنا هذا؟ عطيونا الحساب. ماشي ملي واحد يبدا من صفر وكيبدا يوظف كنقولوا له لا زيد، علاش ما وظفتيش؟ زيد وظف. ولكن واخا هكذاك السيده الوزيره عندنا ملاحظات. البطاقه ديال الاعاقه لحد الان مازال ما خرجتش. الدعم المباشر للاسر اللي عندهم الاعاقه مازال ما دارش، وهذا كان فيه مشروع وكان فيه اعتراض. حتى كان شي وحدين اللي كيقول لك اسيدي ما ندخلوا هذه الحكومه الا ما ديروش الدعم المباشر للفئات الفقيره. هادو اللي خصنا نحاسبوهم،
ماشي من اللي نتوما درتوا واحد المجموعه من الامور الاجتماعيه لهذه الحكومه اجتماعيه بامتياز، لا في الميزانيات اللي رصدتوها للتعليم ولا للصحه ولا للتيسير ولا الاعاقه، كلها كتضرب الارقام القياسيه. اليوم سيده الوزيره خاصكم تعنوا على النتيجه ديالكم، حنا ما جيناش فعلا ان الاسم تاع الوزاره ديالكم هو اسم كبير وفيه الحكومه كامله، ولكن فيه تضافر الجهود، اولا تاع وزاره الداخليه ثم ديال وزاره دابا واش غادي نقولوا هذه القضيه ديال التلقيح خاص الوزاره نتاعكم تشري التلقيح ديالها بوحدها في هذه الحكومه؟ انا ما فهمناش هذه القضيه هذه. الا كان الحكومه كتشري وهذا الشيء كيتعطى بالمجان، شكون اللي كيأدي هذا الثمن هذه؟ ماشي هذه الحكومه اللي كتأدي هذا الثمن؟ الا كنتكلموا على النجاح مع المسنين، واش حنا ماشي فرحانين ان المسنين ديالنا ما ماتوش؟ وفرحانين فرنسا لان فرنسا عندها هذا العدد هذا ديال الوفيات؟ هادو قصص نجاحات بامتياز، لا في التكفل بالناس نتاع الكوفيد ولا باللقاحات ولا جميع هاد المشاريع اللي عندها علاقه بصندوق التماسك الاجتماعي، لا ديال الاعاقه ولا ديال التيسير ولا ديال مليون محفظه ولا ديال الارامل ولا ديال المطلقات، كلها طبعا كاين واحد الاكراه اللي هو اكراه مادي. فهاد الظروف الاستثنائيه اللي المغرب ما دخلش وكان عنده عجز 82 مليار ديال الدرهم. شكرا سيد الرئيس. هل هناك تعقيبات اضافيه اخرى؟ نعم سيد النائب. تفضل. المصلحه التقنيه. طيب تفضل. السيد النائب طلب الكلمه للمره الثانيه من نفس الفريق، ولكن باش تحيزوا كرئيس من فريق معين لا، طلبتوا نقطه نظام، تكلمت المعارضه قلنا لك واش كاين متدخل من الاغلبيه، ما تدخل حتى واحد، تكلمت المعارضه من بعد، يعني البرلمان ما خصوش يبقى، الرئاسه خصها تبقى منحازه، قلنا اغلبيه معارضه اغلبيه، نبقاو اغلبيه معارضه، ماشي اغلبيه معارضه ومن بعد باش نعقبوا عليه نعطوا الكلمه للفريق ديالنا. سمح لي يا سيد الرئيس، هذا كيتسمى انحياز للفريق ديالك وشكرا. سيد سيد النائب المحترم، الرئاسه غير متحيزه، محارصه على تطبيق النظام الداخلي. 267 من النظام الداخلي مجلس النواب تيقول بان كل فريق عنده حق في تدخل واحد في التعقيبات الاضافيه في الموضوع الواحد، وهذا ما عملت به. طيب الامر الثاني، المسجلين عندي بالنسبه للتعقيبات الاضافيه في هذا القطاع حسب الطلب. أول طلب فريق المجموعة النيابية لتقدم الاشتراكية، من بعد فريق العصر والمعاصر عطلبتم انتم، من بعد ثم فريق العدالة والتنمية بالترتيب. لا. لا لا التعقيب الإضافي سيد النائب فريق التجمع الدستوري. الوزيرة صحيح على أن الحكومة اجتماعية بامتياز، وأن عدة برامج اللي جبتيو جد مهمة وعطات نتائج، ولكن راه الواقع ماشي هو هذا. راه اليوم كنتكلموا على حنا غير على هذا الشهر د رمضان، هاد الفئة الهشة المحتاجة اللي ما صابت ما تاكل، راه كاين رجال جالسين من الخدمة والعنف النساء كيرتفع من هاد قلة الشيء، وبالتالي بغينا هاد المشاريع وهاد البرامج نشوفوا الاثر ديالها. توظيف ديال المعاقين خصهم يتوظفوا، وهذا البرلمان بجميع مكوناته طالب على انه هاد 7% تولي رسميه وهاد الناس ما يخضعوش للمباراه. ما يمكنش نقارنوا واحد معاق مع واحد بعقليه او ذهن طبيعي، وبالتالي خصنا نعفيوهم من هذه المباراة ونحاولوا ما امكن يكون تعويض مباشر الان الناس اللي محتاجها. راكي الناس ما صابت ما تاكل، وهذو اللي كنتكلموا عليهم اليوم، يعني خص يكون تضامن، وهذا هو الاسم ديال الوزارة، وخص يكون تضامن مع الناس اللي ما صابت ما تاكل. اما البرامج ديال البطاقة وداك الشيء مشكورين ويعطيو نتائج ويساعدوا، ولكن ما يحلولناش الإشكالية ديال هاد الفئة الهشة اللي اليوم ولينا تنشوفوا هاد الظاهرة. شكرا سيد النائب. شكرا. هل هناك تعقيب إضافي آخر؟ طيب الكلمة للسيدة الوزيرة لرد على التعقيبات. شكرا سيد الرئيس.
شكرا السيد الرئيس المحترم، السيدات والسادة النواب المحترمين، شكرا على أسئلتكم وعلى تفاعلكم وعلى اهتمامكم. أولا وزارة التضامن في إطار حكومي، حكومة تتحمل مسؤوليتها نعم، وتشتغل في إطار من التضامن، في إطار من التنسيق، وفي إطار من الالتقائية، ولهذا جميع البرامج التي نشتغل فيها كنأكدوا على الالتقائية والتنسيقية، ولهذا كنشتغلوا بمنهجية كما تتابعون إطلاق برامج مندمجة، ماشي عاد غنبداوها السيد النائب المحترم، بديناها وخدامين فيها. وغنعطي امثله، ماشي عاد غنبداو، حنا واعيين بالزمن اللي حنا فيه، ماشي ما عارفينوش. فنطلق نتكلم على اول برنامج واللي كنعتبره برنامج مهم وتم اطلاقه، اللي هو برنامج مغرب التمكين، برنامج وطني مندمج للتمكين الاقتصادي للنساء، اللي اليوم ماشي كتبناه، دوزناه في اللجنه الوزاريه، تم تقديمه في مجلس حكومي، انتقلنا الى توقيع الاتفاقيات مع مجالس الجهات والجماعات، اكثر من 12 اتفاقيه في 4 أشهر الاولى، وهذه الاتفاقيات اليوم واضعين برامج عمل للتنفيذ. حتى الاتفاقيات ما كنوقفوش عند مستوى الاتفاقيه، كنزلوا البرامج التنفيذ. واليوم المشكل اللي وقع في طنجه، مغرب التمكين هو الذي تم يعني اعماله وتنفيذه من اجل اننا نحلوا المشكل ديال النساء اللي كانوا كيشتغلوا في التهريب المعيشي، وراه السيده النائبه اللي من المنطقه كتعرف هذا الشيء، والنواب اللي من المنطقه كيعرفوه. اذا مغرب التمكين هو جواب وطني عملي على الهشاشه اللي كتعرفها بعض النساء، واللي كتقدر تكون الهشاشه مدخل لمداخل العنف ومدخل لمداخل يعني اشكالات اجتماعيه اخرى لا داعي للتفصيل فيها. المساله الاخرى اللي كنتكلموا على موضوع الاعاقه، طرحتوا لنا انكم مستعدين يكون توظيف، تفضلوا غيروا القانون، غيروا القانون، ان ما تبقاش المباراه، هذا هو البرلمان، هذا هو اللي كيشرع، الحكومه كتنفذ، حنا جهاز تنفيذي، غيروا القانون، القانون اليوم ديال الوظيفه العموميه فيه مباراه، غيروه، ماشي انا اللي غنجيبو، نتوما جيبو، غيروا القانون، جيبوا القانون، والا فاليوم خصنا يكون عندنا الله يخليكم مقاربه الانصاف، خصنا نكونوا منصفين، لان منين كنبخسوا واحد العمل ما كنبخسوش عمل الوزير، كنتم تعرفوا بان انتم كتعرفوا ماشي الوزير كيشتغل بوحده، وزير كاين طواقم كتشتغل اداريه وغيرها ومندوبيات ومؤسسات، فحذاري ان نبخس عملنا كمغاربه، حذاري ان نبخس عملنا كمغاربه ونسيء لهذه البلاد. انا ملي كنقول نجزنا ما كنسطرش وكنقول وزاره التضامن، انا كنفرح ملي كنجزو كمغاربه، ملي كمغاربه كننجحوا اننا نجمعوا المغاربه ديالنا اللي هما في الشوارع ودول اخرى، وكتبات فيها جرائد دوليه وراكم كتواكبوا، اشادت كيف ان المغرب دبر العمليه ديال الاشخاص في وضعيه الشارع. كنفرح لاننا كمغاربه نجحنا، وكننساش من وزيره عندي واش من قطاع عندي، ولكن حنا اليوم في واحد المرحله اللي المغاربه محتاجين نعاونوهم كيفاش ينظروا للامور، رجاء ما نبقاوش نبخسوا، ننتقدوا نعم، نلاحظوا نعم، ولكن ماشي نقولوا ما كاين والو. كيفاش ما كاين والو؟ 650 شخص توظفات من 2019 الى الان، حنا كنعرفوا شنو كتعني، لان كلفه من النقاش داخل الوزارات المعنيه، كلفه من التفاوض باش وصلنا 400 منصب اللي طلقناها في 12 فبراير، واش يسحبكم جات غير هكذاك؟ كلفه من الفرق اللي كتشتغل يمكن انتم ما كتلقاوهاش، ولكن الناس اشتغلات، خصنا نحترموا هذا الاشتغال وهذا المجهود. عطاتنا اليوم 650 شخص في وضعيه اعاقه، واغلبيتهم بالمناسبه من اسر فقيره واسر معوزه، واليوم حنا اللي يعني كنتلقاهم في الكثير من المناسبات، خصكم تسمعوا الشهادات اللي كيقولوا، ماشي كيقولوها في وزاره التضامن، كيقولوها في بلادهم، يقولونها في بلادهم، اللي يقولونها في بلادهم، اشاده بلادهم المغرب، اللي فكر في هذه الفئه وفتح ليها المباراه، واللي الحمد لله راهم نجحوا ونجحوا باستحقاق في العديد. اليوم 650، 400 الاخيره اللي نجحت رحنا كنواكبوا كيفاش تلتحق بالوظائف ديالها. فكيفاش هذا المجهود كله هو نقولوا ما كاين والو؟ لا، هذه الوزاره ما كانتش لهذه الوزاره. الانصاف، انصاف. ناكد على بالنسبه للمبادره المحليه لدعم الجمعيات 2020 2021 2019 2020 فتحنا باب الشراكه مع الجمعيات. الجمعيه اللي ذكرتو السيده النائبه، ما يمكن ليش انا نقلب، خصها حنا كنطلبوا طلب مشاريع، طلب ترشيح، خصها تقدم وتقدم الملف ديالها، واش حنا غنمشيو ندقوا؟ خصها هي تقدم. فاليوم الجمعيات اللي تقدمت غير في هذه المده الوجيزه 2019 2020 في طلبه دعم المشاريع 18 مليون ديال الدرهم اللي تصرفات، 158 جمعيه على المستوى الوطني، اغلبيتها في التمكين الاقتصادي، اغلبيتها في العالم القروي، اغلبيتها في مواجهه والهشاشه. ففين مشاو هاد الفلوس؟ عند من تعطاو؟ هذا ماشي دعم، هذا ماشي مسانده. كنتكلموا على التشغيل الذاتي، التشغيل الذاتي
والمجهود اللي بداته يعني على مستوى الاشخاص وضعيه الاعاقه لا يمكن ان نستخف بالمجهود الوطني. راه الاشخاص وضعيه الاعاقه يواكبون ويتابعون. واش اليوم وصلنا في الدعم اللي اليوم طلقنا الاعلان في التعاون الوطني؟ مؤسسه التعاون الوطني اليوم طلقنا الاعلان بعد استكمال المسطره مع وزاره الماليه بانه من اليوم غيبدا الدعم، الدعم ديال 2020 اللي فيه وصلنا غلاف مالي 165 مليون ديال الدرهم. انا علاش كنقولها وكنعاودها؟ لان بالنسبه لوزاره التضامن وصندوق التماسك 165 مليون ديال الدرهم ماشي سهله، ستعطى ابتداء من اليوم للجمعيات اللي هي شريكه في برنامج دعم تمدرس الاشخاص في وضعيه اعاقه، اللي هاد الجمعيات في مجال التمدرس اللي عندنا اكثر من 14000 شخص وطفل كيستافدوا من هذا البرنامج. هذا ماشي انجاز. هذا البرنامج فين كان قبل من 2015؟ هذا برنامج بدا التفعيل ديالو في 2015. صحيح اليوم على المستوى الوطني كاينه مجهودات اخرى في مجال الاعاقه، المخطط الوطني للتربيه الدامجه اللي كتقوم به وزاره التربيه الوطنيه، لان الطبيعي هو ان هاد الاطفال يلقاو الاماكن ديالهم في اطار تربيه دامجه في المؤسسات. في انتظار ذلك حنا كنقوموا بهذا المجهود في اطار صندوق التماسك الاجتماعي. اليوم في الاعاقه تبسيط المساطر، واش كتعرفوا ان الناس كانت كتجي من الداخل حتى الرباط باش تاخذ ورقه ديال الاعاقه؟ اليوم كياخذوها من الداخل من العيون من فيديك من غيرها وتقدموا المباراه ونجحوا في المباراه. هذا ماشي انجاز. 26 ألف مغربي جالس في داره في وضعيه اعاقه وخد الشهاده، واليوم حنا نستعد للبطاقه. الحمد لله الشبكه موجوده مع وزاره الصحه وهذا عمل كبير وكبير جدا. 26 عام هذه باش نطلق، اليوم الشبكه واضحه، الشبكه واضحه وهي في المساطر من اجل يعني استكمالها مع الجهات المسؤوله. كنتكلموا على التسول، التسول متفقه معكم، هذه الجريمه في حق الطفوله ينبغي عدم التساهل. ومني كنقول عدم التساهل، طبعا وزاره التضامن اطلقت خطه وطنيه مع النيابه العامه مع رئاسه النيابه العامه في دجنبير 2019. بمقتضى هذه الخطه من بعد سنه تجريبيه عملناها في الرباط تمارا سلا، واللي السيد نائب العام مشكورا تفاعل معنا مع مختلف القطاعات الحكوميه، قدمنا الحصيله في فاتح فبراير من في 2021. جات ظروف الجائحه طبعا كانت ظروف استثنائيه، عملنا عقدنا لجنه القياده، خدينا يعني الحصيله ديال تطبيق هذه التجربه في الرباط واتفقنا على تعميمها وتوسيعها في مراكش ويعني مدن سياحيه كبرى، مراكش طنجه اكادير، ونستمر في الرباط وفي مكناس. طبعا هذه المدن مدن تجريبيه، وانا اقول بان هذه القضايا الاجتماعيه رجاء هذه ليست للمزايدات. القضايا الاجتماعيه في الدول وفي المجتمعات ليست للمزايدات، هي كنبنيو فيها المستقبل، والبناء المستقبل كيكون بالتعاون، كيكون بالتعبئه المجتمعيه. البرلمان خصو يصنع هذه التعبئه المجتمعيه، الحكومه نعم كتقوم بمسؤوليتها، المجتمع المدني، لان اليوم استغلال الاطفال في التسول حنا طلقنا الخطه، والنيابه العامه نشتغل معها بتنسيق تام انه لا ينبغي التساهل مع هذه الاطفال، ولكن على مستوى الوعي المجتمعي خصنا كذلك نبنيو هذا الوعي، خصنا نبنيو هذا الوعي ونبنيو هذه التعبئه المجتمعيه التي ترفض استغلال الاطفال في التسول، اللي بالمناسبه القانون يجرم، بل تصل الى درجه الاتجار، الى جريمه الاتجار في البشر. ماشي جريمه عاديه، تصل الى جريمه الاتجار بالبشر، وبالتالي لابد من حمايه الطفوله. طفولتنا نعم، الاجهزه الترابيه المندمجه، الساده النواب اللي قالوا ما شافوا والو على الاطفال، كاينه مجهودات كبيره باش نخرجوا الاجهزه الترابيه المندمجه اللي فيها مراكز مواكبه حمايه الطفوله، موجوده اليوم في سبعه الاقاليم نموذجيه موجوده بما فيها مدينه العيون، اقاليم اخرى كذلك سبعه، وطلقنا 10 في مرحله 2021. واش كتظنوا هذا العمل بالنسبه لوزاره ما عندهاش امتداد ترابي؟ نعم، ولكن عندها مؤسسات عموميه تشتغل معها. هذه المراكز المواكبه حمايه الطفوله نريدها ان تصبح هي الاليه ديال التنسيق بين كافه المتدخلين، لان كيكون في الجهاز الترابي المندمج مراكز مواكبه حمايه الطفوله، هناك لجنه اقليميه يتراسها الساده العمال، هذه اللجان الاقليميه. اليوم طلقنا النظام المعلوماتي التجريبي في مدينه سلا، في 25 مارس طلقنا نظام معلوماتي، وانتم كتعرفوا اهميه النظام المعلوماتي في اي يعني في حمايه الطفوله ببلادنا. فرحون ومعتزون اننا في المغرب اليوم عندنا نظام معلوماتي لتتبع حمايه الاطفال. انطلقت التجربه في سلا وغادي تعمم على الاقاليم الاخرى اللي فيها الجهاز الترابي المندمج. الموضوع ديال الفضاءات المتعدده الوظائف للنساء، هل تعتبرون ان هذا العمل بالنسبه لكم ان امراه في هذه الاقاليم امراه تتعرض للعنف او عندها اشكال كتوجه البنيه ديال الاستقبال اللي هي هذه الفضاءات، كتلقى الفرق مساعدات من التعاون الوطني من جمعيات اللي كيقدموا لها الخدمه المطلوبه، وطبعا النساء ديالنا في امس الحاجه اللي هما في وضعيه هشاشه في امس الحاجه الى المواكبه اللي هي من هذا النوع. نرجع للموضوع ديال الاعاقه واللي كنعتبره موضوع مهم
واللي تبدلت فيه الأشخاص فضية إعاقة واللي تبدلت فيه مجهودات كبيرة. آخرها البرنامج الذي أطلقناه في فبراير من هذه السنة اللي هو برنامج نسمع. هذا البرنامج اللي عملناه مقاربة استباقية لتفادي آثار الإعاقة وأننا نحدو من الإعاقة في المهد ديالها. هذا البرنامج أطلقناه مع المؤسسة للا أسماء الأطفال الصم واللي كنستهدفوا من خلاله 800 طفل مغربي اللي عندهم إعاقة الصمام واللي بدأ بتنسيق مع المراكز الاستشفائية الجامعية. نعم أختم سيد الرئيس بشكركم جميعا وأدعو إلى أن قضايا الاجتماعية هي قضايا التعبئة الوطنية لأننا كنشوفوا فيها المستقبل وما كنشوفوش فيها واش شهر 7 ولا شهر 8. وشكرا. شكرا سيد الوزيرة.